ei mai de respect. Uai, îmi las tu, îmi las tu, ce îmi las tu, ce îmi las tu. بعد أربعة مئة متر اتجه إلى اليسار عند الدوار المخرج الثاني. ولا في شيء بس تيجي بعد ولا في بعد. استمر في طريق الحل. جاي هو جاي صوت الحاره هناك. بيطوف ان شاء الله بيطوف. في جماعه هناك. ايوه. صور. بنشوف. يا اصبر 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 اصبر. طياره واحده كافي. كافي واحد يغرق. اصبر اصبر ورا حد. روح سيدة. لا تطفق. هذه في النص والعمق. بس خلاص طريق واحد. لا قاعد يطلع السوق. اوكي خلاص طلع. يلا روح. ما حيجي السيارة. لا. اصبر اصبر. يا رجل. يطلع بيطلع خلاص لانه ما يتحرك الماي هذا راكب هذا مكان الوادي بس راكب صور صور حجي صور صور لحظه
شوف الباك وين وصل لك. دقيقة يلا حطيتك. لا لحظة لا ما طولك. يا سلام يا سلام أربع ما يا سلام حبي الغرق الحين. يا سلام أربع شيء مرينا فيه. أنا رايح ما أنزل بسيارة. خليك في سيارة. روح يا عمي روح. أخذ بعد نسبح يبا. خذ اليسار خذ اليسار مثل ما سمى محمد. خذ اليسار محمد. محمد تنزل الجامع. هذا قصب سكر الحين. ها هاي منطقة كشمير. والله قول انت اعطيتهم كلهم. انا قاعدين في الماي. نادي علي خل خليه يطلع محمد يجي. ايوه اللي ورانا مساكين تحت الطريق. الناس ما قاعد تطلع. يوم شافونا طلعنا من السيل. انتوا برا نحط الماس مو علينا خلوها. هذه اي منطقه ابو محمد؟ هذه سوق السمك. هذا سوق السمك ولا شو اسمه؟ شو اسم المنطقه؟ هاي كشمير. كشمير منطقه كشمير هذا على اسم الجماعه من الناس باكستان. هذا وين ابو محمد؟ وادي عاهن. وادي عاهن هذا سيل مكسر الشارع. ها سيل مكسر الشارع مخرب الجار وكل وعبس الدنيا اللي يعرف شغال. لا زال الحين متجهين الى مزرعه يدنا عبد الله القليداري او مكان المزرعه. مكان المزرعه مكان سكنه. مكان سكنه. مكان سكنه. مكان سكنه اليد. نعم عبد الله القليداري. وين الحين سيده؟ سيده سيده خل سيده مره على طول. طبعا المنطقه تحولت لمنطقه سكنيه حاليا تقريبا. لا هي مناطق زراعيه مناطق سكنيه. هذا الموز. هذا الموز وصلنا مزارع. المزارع. نعم الموز طوال امامك مرة على طول. تصور يا يحيى. تصور الموز يا يحيى. خذ اليسار بعدين خل على اليسار. يكسر اليسار ومشي على طول. وفي طريق من هناك لكن هذه لانه يمكن ماي من هناك شويه. هذه هي المزارع. هذه نخر ولاد عمتي من هني. هذه هي سيده روح يا بنقاري. هذا كله موصل. اي ترى الكاميرا دايره. ها الكاميرا دايره. دايره دايره. هذه مزرعه لاحد من الاهل ايضا مني. جايين حول حشيش طبعا. جت هذا؟ هي لا حشيش مال الربط. هاي الخال ربط صدروه طبعا يشيلون الشاحنات. السمر شوف عينكم السياره. هذا على الشارع طوالي على الطريق. هذا يسمى الحضار الفيصل. الحضار هو هذا. هذا بدل ما يكون شبك او يكون جدار قاموا الشوك قاموا كذا وخلوه. يسمى هذا حضار طبعا. حضار. ايه الحضار. كله كرب و الروف. ايش هو العبار؟ الروف. الروف رمل. خذ اليمين خال. ما لو جينا مني لكن مني اتصل بكل ما يلا على ما اعرف كيف. خذ اليمين. ابو
فيصل شايف جدارها اللي امامك؟ نعم. هو ده مكان المزرعه. هذا مكان المزرعه. اي الخال خذ اليسار. هذا مكان المزرعه. هو هذا يدنا. هي هذا الجدار هذا البني. نعم. لغايه لاخر شيء هو هذا. هذا مكان مزرعه يدنا عبد الله القلداري. سكنني. وقف ما مشكله وقفني بالاخر الخاله. وقفني بالاخر ايوه. اي خلاص وقفني. بس كفي. هذا البيت هذا؟ ايه البيت طبعا هو اكيد انه شو اسمه هذا مسكون وكذا. تذكر كم كان عمرك يا عم؟ والحين كم الله يبارك؟ 57 قبل 45 سنة. لا لا في السبعينات. في الأول الواحد في السبعين أو 69. إيه هالشكل. أنا أقول لك أوراق عندي. إيه. شغال يعني ما شاء الله. ما شاء الله. تجارة مالية يعني. ما شاء الله. زين يوم توفى الله يرحمه يا عبدالله القلداري. كم عمرك يعني مو أكيد بالضبط على تقريبا كم عمرك؟
ومنو كان يعني ساكن في النقعة بس هو قرية الحبيبة أنا عليهم هذه الحبيبة أنا ويا ما بس أنا يوم توصل لهم الأربعة وستين داخل الأسرة وداخل هذا ولا نعمة من الله سبحانه وتعالى والله طيب. هناك البحر شاب قدامه؟ ايه كل يمشي على الحين السيارات عادي تمشي على طول يمشي يمشي انتوا بتمشوا على البحر الحين ولا وينكم الحين وينكم؟ وينكم؟ ترى فيديو فيديو اي وينكم عاد انتوا الحين؟ احنا في الباطنة في الباطنة في الباطنة يا ام احمد احنا في الباطنة اقول ودنا نقعد عشان ناخذ كل هالسوالف يعني انت اكثر واحد عندي ان شاء الله انا اقول يعني انا ولا انا عشانك والله يصلح والله بس انا اول حاجه اولاد ابوني زين زين الله يسلمك ان شاء الله ما قصرتم ان شاء الله كلمتوا حد مشكورين ما قصرتوا ما قصرتوا مره ثانيه اذا هيك بسوي الموضوع شو سوي اليوم عشان يبقى عليك شو تسوي الله يجيك شو ما مسوي لا نسوي بعد احنا ما سوينا شيء شو نسوي ما باي ما باي ولا باي كل جاي ها هذا شوكه زين هذا خوش مكان هو خوش مكان لان لو الوفا لو مثل المزرعة اللي حجزناها هاي من البمر الله يا احمد يعني الحين انتم والله زين تعتمد ما في سنه امس
في سبب خلاص والله في سبب ترى في من هذه اظن محله دائما مو سبتي هذه ولا غير متطبيق شفت في سبب كاف فين خلاص اتوقع وين طلع هالسمك هذا وين طلع هالسمك هذا يابا والله ودي اشرب ماي واجد ايش رايك تروح تصبح اخذ لي هذا خوش خبر عني ها شغال قاعد يصور يعني شوف اشرب اشرب يا يحيى اشرب انا قاعد اشوف بس مشكله اني ما ادري شنو قاعد اصور لانه صار منظره طويل لا لا الحين بس يصور بس شخص لما اسوي كذي ما ادري ايش قاعد اصور لما يبين ما شاء الله فيديو فيديو هذا سد وادي شوكة ها عمقه 10 امتار عمقه 10 امتار شوكة مو شوكة شو اسمه عمي شوكة